الإسكندرية إلى ما زلنا في الدلتا إلى محافظة القليوبية، حيث تنطلق اليوم الخميس فعاليات الدورة الرابعة لأنشطة جامعة الطفل بجامعة بنها، كما تختتم الحملة القومية للقضاء على الطفيليات المعوية لطلاب القليوبية أعمالها، بالإضافة إلى انطلاق فعاليات بطولة دور الرواد للأحياء الشعبية بالقليوبية اليوم. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من القليوبية مراسلنا إبراهيم جودة، مراسل إكسترا نيوز في القليوبية. إبراهيم صباح الخير، وطمنا بداية عن حالة الطقس وحالة المرور لا سيما في طريق الزراعي وطريق بنها شبرا الحر. صباح الخير عليك همام، صباح الخير على كل السادة المشاهدين. في البداية تشهد محافظة القليوبية استقرارا في الأحوال الجوية. الحالة المرورية على الطرق السريعة والرئيسية منتظمة، محور بنها شبرا الحر يعمل بكامل كفاءته. طريق القاهرة اسكندرية الزراعي الحالة المرورية عليه تسير بانتظام، لم يشهد الطريق أي تكدسات مرورية سوى فقط كما ذكرنا من قبل الاتجاه القادم من بنها إلى القاهرة، يوجد فقط تكدسات مرورية بسيطة بالقرب من أمام قرية ألمة مركز أليوب بسبب أعمال إنشاء كوبري ألمة العلوي، وبالتالي القادمين من الإسكندرية وبنها إلى القاهرة الأفضل لهم التوجه إلى محور بنها شبرا الحر. غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القليوبية لم تتلقى حتى الآن أي بلاغات بوقوع أي حوادث مرورية على الطريق الزراعي أو حتى محور بنها شبرا الحر. أما ما سوف تشهده محافظة القليوبية اليوم، فمن المقرر أن يفتتح الدكتور هشام البطش المشرف على تخطيط البرامج وشؤون الوحدات ذات الطبع الخاص بجامعة بنها فعاليات الدورة الرابعة لأنشطة جامعة الطفل، والتي تقام برعاية الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها. الدكتور إبراهيم السيد المنسق العام لجامعة الطفل ببنها أكد أن الدورة الرابعة يشارك فيها 46 طفل، وتنطلق الفعاليات بجميع كليات الجامعة أيام السبت من كل أسبوع وفقا لنوع النشاط الذي يتم تنفيذه، حيث يتم تنظيم دورات تدريبية للأطفال داخل كليات الجامعة. أيضا تشهد محافظة القليوبية اليوم انطلاق فعاليات بطولة دوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية لخماسي كرة القدم على ملعب مركز شباب كفر الجزار. البطولة تقام برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية. الدكتور محمود الصبروت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أكد في تصريحات خاصة أن البطولة يشارك فيها 32 فريقا رياضيا يمثلون الأحياء الشعبية بالمحافظة، وتقام الفعاليات التي تستمر لمدة 3 شهور بنظام الدوري على ملاعب مراكز الشباب والمحافظة. أيضا في القليوبية اليوم تنتهي فعاليات حملة القضاء على الطفيليات المعوية لطلاب المرحلة الابتدائية والتي نظمتها مديرية الشؤون الصحية بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحي والتربية والتعليم، وافتتحها الدكتور علي عبد الحليم في 12 فبراير الجاري وتنتهي اليوم. وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الدكتور حمدي الطباخ أكد أن الحملة نجحت في تحقيق أهدافها وتخطت حاجز الطلاب المستهدفين، حيث تم تطعيم 793,000 في حين كان المستهدف تطعيم 770,000 تلميذ. ده كل طلبة ابتدائي، جميع الطلاب الابتدائي، تعليم عام، تعليم خاص، تعليم أزهري على مستوى محافظة القليوبية في 794 مدرسة. في نفس سياق القوافل الطبية أيضا والاهتمام بصحة الطلاب تستمر الحملة القومية للكشف على الأنيميا في مواصلة عملها اليوم الخامس على التوالي للكشف على طلاب المدارس الابتدائية. الحملة تستهدف إجراء الكشف على 770,949 طالب في 926 مدرسة في المرحلة الابتدائية. مديرية الصحة بالقليوبية اتخذت عدة إجراءات لتحقيق المستهدف من الحملة في أسرع وقت، حيث تم زيادة الأجهزة والفرق الطبية المشاركة في الحملة بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحي. كذلك أيضا تقرر مد العمل لفترات مسائية حسب طبيعة الدراسة بكل مدرسة، وذلك حتى يتم الانتهاء من الكشف على جميع طلاب المدارس المستهدفة خلال فعاليات الحملة والتي من المقرر أن تنتهي نهاية فبراير الجاري. هذا أبرز ما لدي اليوم في محافظة القليوبية همام. الزميل إبراهيم جودة مراسل إكسترا نيوز في محافظة القليوبية، شكرا جزيلا لك، وسنستمر في متابعة كافة الفعاليات على مدار اليوم وليس